السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة هولندا أمام لاتفيا، مباراة في الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، لأول مرة تزوروا القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. هولندا تواجه لاتفيا اليوم السبت 27/3/2021، المباراة ميعادها الساعة 7 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. و5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس 1 اتش دي بريميوم، ومعلق المباراة حسن العيدروس، وعليكم كمان القنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة، اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى توقع نتيجة المباراة، اكتب ذلك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.